من معاليك. ده معنى ان شاء الله. الحمد لله اتت. مش عايز يا باشا كده، حاسك عايز تقولي حاجة. حاسك وده من امتى ان شاء الله؟ حاسك حلو، حاسك دي. تعال 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 تعال، حاسك من جديد. بقول لك ايه يا حسن، انا بفكر رشح نفسي لمجلس الشعب. مجلس الشعب؟ ايه فكره وحشه؟ لا ازاي، بس انا قلت ان عليك الفكره دي قريب وقلت لي يعني السياسه نجاسة. ايوه بس اصل حصل شويه مستجدات كده خلتنا نغير رايي. يلا على بركه الله، يعني هم هيلاقوا احسن من عليك فين. حسك بتنافقني. بس انت فاكر الجدع ده اللي كان عامل مشكله لصاحبك؟ اعوذ بالله. ايوه الزفت البرنس، ماله؟ انا عايزك بقى تكلم لي الزفت دوت وتخليه يجي لي هنا في المكتب. اشمعنى يا ريس؟ وانت مال اهلك؟ حاضر يا ريس، هكلمه. طارق هيوصل النهارده الساعه 7، عاوزك تكون هناك قبلها بساعتين. وريني المحمول بتاعك كده. امسك. عايزك تصور لي كل حاجة، كل حاجة، وكل اللي تصوره هتبعتهولي على طول. خلي بالك ده مش هدية مقدمها لك في الفلنتاين، ده عهدة، عهدة يعني بعد ما تخلص مأموريتك ترجعهولي على طول. بالك لو لقيت فيه خدش واحد هخصم ثمنه من مرتبك. يلا طيح. على إذنك يا ريس. السلام عليكم. الحسك.